بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2013، موافق برضو كمان 3 ذو القعدة 1434. الاثنين معناها مون داي، ونحن طبعا بعد نقول مون داي هو طبعا يوم القمر. القمر طبعا بيبعد عننا حوالي 400,000 كيلومتر، وهو برضو بيمدنا بالنور دائما بالليل. اليوم درجة الحرارة يعني المتوقعة عالميا وهنا في السودان عندنا حوالي 37 درجة مئوية، وبعدين بالليل حوالي 29 درجة مئوية. ونحن عارفين كمان درجة الحرارة طبعا اللي هي بتجي من الشمس، إذا صارت درجة الحرارة بسرعة بتاعت 8.3 كيلومتر في الثانية بسرعة الضوء طبعا،